بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد إخواني الكرام، أريد أن أتكلم على موضوع وسنتكلم عليه إن شاء الله عز وجل لاحقا، ولكن هذا الموضوع أمر مستعجل في شبابنا وشاباتنا الذين تسيبوا واتبعوا الكفار في كل شيء، كما صدق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن الذين من قبلكم أو سنن من قبلكم أو من كان قبلكم شبرا بشبر شبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموها. يعني كل واحد فينا يولي عنده المثل الأعلى، ما هوش الرسول عليه الصلاة والسلام ولهم الصحابة ولهم الناس الصالحين، وإنما يولي عنده الإنسان المثل الأعلى هم الكفار بعجارهم وبجارهم بكل شيء فيهم. نوليو احنا نتبعوهم غير فيلبس سروال مقطع نلبسو احنا سروال مقطع، هما يوشمون نوشمو، هما يديروا منقوش هذا الرجال نديروا منقوش هذا الرجال، يتزينون بالذهب عند الرجال صار رجالنا كلهم بالذهب والحلية المحرمة التي حرمها الله عز وجل عليهم. انظروا إخواني الكرام الأمور التي توجع القلب كي يشوفوها في مجتمع المسلمين، يتوجع قلب الإنسان الصالح اللي مازال في قلبك شوية هكذا نخوة وشوية رجولة وشوية غير على الدين، تولي تمشي في الشوارع وتبكي من العري الذي وصل إليه نساء المسلمين. يعني حتى تقول أين الرجال، انسهدوا لم يخرجوا برا ويتعروا هذا العري ويتسيبوا هذا التسيب. هذو ما عندهمش آبائهم، ما عندهمش خاوتهم، ما عندهمش رجالهم. هذو هذه وش راهي خلات تفرج في الدار، خلات راجل وخرجت هي تفعل ما تشاء وتفتن في الرجال وتلبس هي لباس ما تلبسوش لزوجها، زوجها ما يشوفش اللباس هذاك، ربما تستر مفاتنها وجمالها عن زوجها وتخرج تفتن الرجال يستدرجها الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. الشيء هذا يرحم والديكم يا إخواني الكرام، احنا رانا رجال نصلوا في المساجد ونطلقوا هكذا نساءنا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم كاين محافظة، كاين تدين، كاين الناس ما شاء الله مازالوا يحافظوا على انساهم وبناتهم واخواتاتهم، ولكن الذي نراه في الشوارع يعني يوجع القلب. اما الشواطئ الله لا يدينا لهم هذوك الشواطئ، اما الشواطئ فقل هذا الناس رسميا ان الزوج تاعها ديوث، رسميا ان هذا الزوج هذا ديوث، والديوث لا يدخل الجنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لان الله استرعاه رعيه واعطى له حرمه. ونهار رحت خطبت انت المراه هذه عند الاب نتاعها، اديتها باش تحفظ لها العرض نتاعها وضيعت الامانه، وخرجت لنا امراه متبرجه تتعرى في اي مكان وتتكلم باي لفظ ولا تبالي ولا حياء لها. وهذيك المراه هذيك هي اللي راهي تخرج لنا درك في الذريه الفاسده. هذيك المراه هذيك هي الان اللي ما نستناو منها ذريه صالحه ابدا. ناهيك اخواني الكرام عن الشباب اللي اعطاكم ربي عقول، اعطاك الله عقل، انت راجل داب سلسلة ومعري فخدك عند الناس، عيب عليك عيب. واحد تشوفه والله ما هو راجل يدير هذا الشيء يا إخواني الكرام، بعيدة عن الرجولة بعيدة. أنك تلبس لباس تلبسه المرأة أو تتزين بطريقة تفعلها المرأة لزوجها في بيتها وفي غرفتها، تعري فخدك وتلبس الذهب، أما وش رجولة أبدا. دير سلسلة في رقبتك ودير قرميطة ودير تبهديلة كبيرة، خليك الوشام اللي راحوا ليه ولادنا، خليك هاد الوشام اللي يتبعوا في القور، واحد مشم في رقبته واحد مشم في وجهه. هاد الناس هادو ما يا إخواني الكرام انتم ما تتبعوهمش راهم كفار. هاد الناس راهم يقولوا، هما يقولوا انني تبعتهم، انا سمعت لهم اكثر من 10 حصص المره هذه اللي فاتت، سمعتهم هما واش راهم يقولوا على انفسهم. هما ما يقول لك هما كون تروح تشوف هما راهم يروحوا يلبسوا اللبسه نتاع الكلاب اكرمك الله، ويروح يرقد مع الخنازير. إنسان إطار 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 يخدم إطار يعني له مكانة. كي راحوا له المكتب لابس الكرافاطة ولابس عليه، قالوا له علاش تروح ترقد مع الخنازير ودير كي الخنزير وترقد معاهم وتدخل في الوحل؟ يدخل وين هذاك الطين هذاك الوحل تاع الخنازير ويرقد معاهم؟ قال لهم أنا حبيت نجرب حياة واحدة أخرى، حبيت نشوف حياة واحدة أخرى. علاه؟ عندهم فراغ إيماني، بصح أنت عندك الله، انت تسمع الاذان وتجي تصلي في المسجد وتقرا القران الكريم وتسمع خاوتك يلقيو عليك السلام منا ومنا، وعندك الفراغ الايماني انت باش تروح توشم ودير هذه الامور هذه. انت معمر بالايمان ما شاء الله،
راك في وسط مسلم، راك تذكر الله وتقول استغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. اللي راك تتبع فيه انت عمره ما قالها، هذاك اللي تتبع فيه عمره ما قالها، عنده فارغ إيماني. يدوهم هم الآن إلى الشيطانة، ماهوش العلمانية. العلمانية هي عبارة عن خطوة أولى فقط، ينحوهم من الدين ويدوهم بعد ذلك إلى الشيطانة، يولوا شياطين. لذلك الآن يدعون ويدعمون الإنسان الذي يريد أن يتحول إلى أنثى، والمرأة التي تريد أن تتحول إلى رجل، أموال طائلة، دراهم كبار باش تتحول. هم يمولوك في سبيل الشيطان، يمولوك من عندهم. علاه هذا كامل؟ علاه احنا قاعدين نتبعوا في ناس راهم تحولوا كلاب ولاو كلاب أكرمكم الله، ولاو يروحوا كل حيوانات. إنسان يرجع روحه حيوان، وش تزيد انت فوق هذا؟ إنسان يتزوج بحيوان، إنسان يركب على أمه. تبعوا انت يا في لبسته وفي المشطان تاعو وفي الزينة تاعو. انت اعطاك ربي عقل ولا وراك انت الدور؟ لازم تكون عندك عقل يا أخي الكريم. اتق الله في نفسك واجلس مع نفسك وقول أنا هذا الطريق ليست بتطور ولا حضارة ولا تكنولوجيا. اسأل نفسك هذا الطريق تكنولوجيا؟ سر ولا مقطع تكنولوجيا؟ التحفيفة هذه اللي كديرها انت في راسك تكنولوجيا؟ هل هذا تطور؟ ومن بعد كي نجو نهضروا معاك نقول تقولنا القور راهم لحقوا للقمر، هما والله ما لحقوا، تقولنا القور راحوا لحقوا للقمر، وانت قعد نحكي لنا قيل وقال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رجل انا خير منك، انا اللي حاكم شخصيتي، انا راني حاكم ديني، انا اللي حاكم رجولتي، انا راني على الاقل راني في الفطرة ديالي، على الاقل راني في الفطرة ديالي. وكي تعثر نقول استغفر الله. انت واش راك؟ انت هما ما قبلوك وانت ما ريحت في دينك اللي كرمك به ربي سبحانه وتعالى. شبابنا اليوم فقد العقل، سهرات ولهو في الصيف، كأنه يلغي من طريقة أحادية، يلغي العقد مع الله. شبابنا ولا كي يلحق الصيف كأنه عنده عقد مع الله، كي يلحق الصيف يلغي هذاك العقد، يقطع ويقول ربي ما عندي معك حتى عهد، خلاص تربح. والشباب هذوك اللي كانوا يتباكاو في قبل البكالوريا، هذوك الشباب اللي كانوا يتباكاو قبل البكالوريا ويجي يقول لك الشيخ ادعي لي، ويجي يصلي ويدعي ربي عز وجل وكذا، وراك دركا وراك يلي ربحت الباك دركا ورحت وخليت الصلاة وراك تسهر برا ودرت حفلة ما جينا، وليت الآن عندك خلاص صاحبات وصواحب، الآن ما عندك شيء في ربي سبحانه وتعالى، خلاص أعطاك ربي الباك. أيا ما زلت أنت تحت رحمة الله، عمرك ما تقدر تخرج من طوع الله، عمرك ما تقدر تخرج من حكم الله وأمر الله. إذن رد بالك، ظن أن الصيف هو عبارة عن تسيب والله غفل عنك. ربي سبحانه وتعالى حي قيوم، ما زال وهنا حي قيوم، ما هوش مدير تاعك دار كونجي هرب انت هربت، لا راه حي قيوم، حي عليك وقيوم عليك، وهو يراقبك في كل ليل ونهار، والله سبحانه وتعالى سيحاسبك. والكتبة يكتبون في الصيف وفي الشتاء، وكل الأعمال تاعنا راهي تكتب. والإنسان الذي يتمرد على الله لا سيما في هذه الأشهر الحرم فلينتظر عقابا شديدا من الله، نسأل الله يعفو عنا وعنه. فليتق الله أولادنا وشبابنا، كون عندك شخصية وكون عندك دين، هنا تنال عزتك. شفنا شباب ما شاء الله في بلاد الكفر والله ما زالوا يعتزون بدينهم إلى يومنا هذا، وهو نحن لا نقبل لهم مكوثهم هناك، ولكن باش تعرف بلي قوة الشخصية تاع الإنسان، أنت راك هنا وحاب تشاكلهم وحاب تشبههم وحاب تتبعهم وتقول أنا باش نمتع روحي ولا يحكم فيا أحد، أنا عندي حرية. يا ولي خلقك هو اللي يحكم فيك، لخلقك ولأوجدك من ماء مهين وحطك هنا من طين وخلاك موجود، هو راه يتحكم فيك، راه يقول لك تمشي تحت أوامري مولاك سبحانه وتعالى. أما نحن فمجرد عباد رانا نذكره في الناس فقط، ما راح نتحكموا فيك، ما راح نقول لك روح منا ولا تروح منا. حنا لو كان تدخل انت الجهنم ما راحش ننظر روح حنايا، ولو كنت تدخل الجنة حنا نفرحوا بك، بس حنا ماحش مضرورين بك، والله ما راح تطيح علينا سما بالمعاصي تاعك. ولذلك دير في بالك باللي احنا عبارة عن أناس، أي واحد راح يدعوك إلى الخير فاعلم أن هذا الإنسان يريد منك خيرا في زمن قل فيه الناصحون، نسأل الله الهداية والسلامة. نبه إخواني الكرام على شيئين مهمين. يا إخواني الكرام، المال رانا نشربوا فيه في المساجد، هذا احنا مسلمين وإحنا ناس نضاف، هذا كل ما هذاك الناس تبرعت به في سبيل الله باش نشربوها، والحمد لله نسأل الله يجعلها لهم سقيا يوم القيامة في الجنة. الأمر الآخر، احنا كي نشربوا الماء، القرعة هذيك اللي تشربها نتايا إلا ما كملتهاش أديها معاك وتخليها، أنا واش نديروا بها؟ كي تخليها في المسجد واش نديروا بها؟ قول لي واش نديروا بها أنا؟ وكي ترمي القرعة هكذاك تشرب وترميها في مكانها، المسجد كي نكملوا في العيشة نلقاهم عمر بالقرع،
وهذه الظاهرة شوف وطنيا خرجت شكوى من المساجد كلها الأمس، يعني وطنيا في الوطن كامل، عيب عيب الأئمة يشتكون بالمصلين لأنهم يوسخوا المسجد. عيب، جيت تصلي أنت ولا لا؟ جيت تصلي معنا، أعطينا قرعة تاع الماء ولا ديت قرعة الماء ولا جبتها معك وحدك، جبتها شربت الماء هذاك، إذا كملتها كاين القمامة، ما لقيتش قمامة ديها معك في يدك، إذا ما كملتهاش رفدها معك في يدك ديها للدار البردوي. علاه نبذروا؟ ربي عطانا الخير. روحوا في إفريقيا الناس تمشي كيلومترات باش يلم كاس يشربوا، كيلومترات والله غير كيلومترات باش يلم كاس مسخ يشرب منه نص، هذاك اللي يصفى. حنا ربي عطانا الخير يجينا حتى لعندنا بارد نشربوه مستساغن، نسال الله يديم علينا النعمه. ومن بعد حنايا واش نديروا؟ نكمل ارميها. او كاين اللي يلقط، ما كاينش خدامين في الجامعه عندنا، ما عندناش، راهي الناس تتبرع هكذا وتتطوع وتنقي. انت كن نظيفا، انت عاونونا يا اخواني الكرام، نسال الله يعيننا ويعينكم. وننبه اخواني على انه حفل التكريم تاع الدوره التربويه هذه اللي درناها يكون غدا ان شاء الله بعد صلاه المغرب، من المغرب للعشاء، لانه اليوم الناس صايمين، وحنا ما اليوم عندنا زوج دروس الاخرين، يعني اخر الدروس يكونوا اليوم من العصر الى المغرب، وراح نقصوا منهم في التوقيت. يعني ما حبيناش نديروا حفل التكريم اليوم على عجاله، غدوه ان شاء الله الناس تكون فاطره، من المغرب للعشاء ان شاء الله كونوا معنا، راح نكرموا ناس معينين ونكرموا المشايخ، وتكون فيها كلمة من كل شيخ إن شاء الله عز وجل مقتضبة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. آمين.